والجديد يعني غادي ما نقدرش نقوله قبل، مي هو ديما تيكون تلقاو ديما نفس اللمسه ديالي، نفس الشغل، غير هي طريقه مختلفه وعلى حسب الموضوع ديال هذه السنه اللي هو ليتني. بالنسبه لشهر رمضان هذه السنه غيكون حتى هو خلال فصل الصيف، ف ماشي لا بدا تكون جلابه ولا الناس ولاو كيلبسوا دي بريت ابورتي، ستادير دي روب ليجير بالوان مختلفه، يعني تتكون مفتوحه شويه مناسبه لفصل الصيف، و فلورال يعني فيها لي موتيف بلي فلور، لي موتيف لي توندونس ديال رمضان ان شاء الله.